السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك ازاي تعمل حساب مجاني بالكامل على موقع كانافا، بحيث ان انت تستمتع بكل المميزات اللي موجودة على الموقع كأن انت مشترك رسمي في الموقع. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو بإذن الله أرجو طبعا ان انت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. الخطوة الأولانية اللي أنا أعملها هفتح المتصفح بتاعي وأجي في خانة البحث، هبدأ أكتب كلمة كانافا وأضغط على إنتر، تمام، وأنتظر لحد ما يفتح معايا محرك البحث. هاخد أول علامة تبويب أضغط عليها، هيفتح معايا اللي هو الموقع بتاع كانافا. هنتظر طبعا لما الموقع يحمل، لأن طبعا الموقع ده موقع فيه صور فيعتبر شوية بياخد وقت في التحميل. هنتظر لحين ما الموقع يفتح معايا. هيفتح معايا الموقع بالصورة ديت، تمام كده. هبدأ اضغط على طول على سجل الآن، اضغط على اللي هي خانة التسجيل، وبعد كده اقول له المتابعة باستخدام البريد الالكتروني، او ممكن اضغط على المتابعة بطريقة اخرى، مفيش اي مشكلة خالص. هبدأ اخد اللي هو المتابعة اللي هو باستخدام البريد الالكتروني للعمل، تمام كده. هيفتح معايا بالصورة ديت، هبدأ ادخل له البريد الالكتروني اللي انا استلمته من العمل بتاعي، والافضل ان هو لو كان بريد الكتروني لمعلم او طالب عشان تقدر بعد كده تفعل اللي هو كانافا التعليم بالمجان بالكامل. هضغط على متابعة، تمام، وانتظر. هو هنا بيقول لي ان انا بعت لك على الحساب بتاعك اللي فوق ده رمز. هبدأ انا افتح البريد الالكتروني بتاعي من على التليفون بتاعي، تمام كده، وادخل على البريد الالكتروني اللي انا عامله، تمام كده. زي ما بقول لحضرتك طبعا ده بريد الكتروني لمعلم، ولو كان برضو طالب ينفع يشتغل معاك مفيش مشكلة. هبدأ اخد الرمز اللي اتبعت لي على الايميل بتاعي وابدأ اسجله. هو كان عبارة عن 125، تمام كده، 483، تمام. هو طبعا كده اتاكد ان البريد الالكتروني اللي انا دخلته له ده بريد الكتروني سليم، فيبدا يفتح معايا الموقع، تمام كده. كده فتح معايا الموقع، بس وطبعا انا كنت مسجل بيانات المدرسه بتاعتي قبل كده، تمام. ففتح معاك، دي طبعا التصميمات اللي انا كنت عملتها قبل كده على الموقع. طيب انا دلوقتي بقى عايز احول اللي هو الحساب بتاعي ده من حساب فري لحساب برو، تمام. يبقى لازم اسجل طبعا في اللي هو كانافا التعليمي. هنعمل ده مع بعض ازاي؟ تابع معايا الفيديو للنهايه. الخطوه اللي بعد كده ان انا هفتح اللي هو المتصفح بتاعي واجي في خانه البحث امسح اللي موجود واكتب اللي هو الرابط ده، هو الرابط ده بتاع كانافا اديوكيشن عشان اسجل فيه حساب مدفوع لان انا معلم، تمام كده. هبدأ انزل تحت، تمام كده، وابدأ اخد اللي هو ان احول طبعا الترجمة الى اللغة العربية عشان اقدر اتعامل مع الموقع كويس، تمام كده. هبدأ اخد اللي هي الحصول على التحقق ان انا مدرس عشان احصل على حساب كانافا اللي هو المدفوع. هنتظر طبعا لما الموقع يحمل معايا، تمام كده. هيفتح معايا بالصورة ديت، هيقول لي ابدأ الان، تمام كده. طبعا عشان اخد حساب كانافا مجاني بالكامل ويفتح لي كل القوالب التعليميه الجاهزه الموجوده في الموقع، هضغط طبعا على ابدا الان، تمام كده، وانتظر لحد ما الصفحه تتفتح معايا. هيبدا يطلب مني ان انا ادخل له الاسم بتاعي، هبدا اكتب الاسم بتاعي. طبعا هتكتبه زي ما موجود في البطاقه الشخصيه بتاعتك. هبدا اكتب الاسم مصطفى، تمام كده. هتبدا تكتب اسم العيله، تمام كده، معبد، تمام. وبعد كده هبدأ أدخل اسم المدرسة، هقول له مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، عبد الناصر الثانوية، تمام كده. وأبدأ أكتب له عنوان المدرسة، أدخل له العنوان بتاع المدرسة، تمام. ابدأ اكتبه له، اقول له الفيوم شارع بطل السلام،
تمام كده اهوت حدده له. هنا بقى بيقول لي ابحث عن عنوان شقة، ده اختياري. المدينة اكتب له هنا الفيوم، تمام كده. البلد مصر، الرمز ده اللي هو الالكتروني، تمام كده. موقع المدرسة الالكتروني ده بيقول لي ايه يعني حاجة اختياري، هضغط على اللي هو متابعة، تمام كده. هو هنا بقى عايز يتأكد ان حضرتك شغال في المدرسة دي فعلا، سواء كنت طالب او معلم. يعني لو كنت انت طالب هيبدأ يطلب منك بيان رسمي من المدرسة بتاعك ترفعه له عشان يتأكد ان انت طالب في المدرسة دي، او لو كنت انت معلم هتقدم ما يفيد ان انت معلم في المكان ده. طيب انا هقدم له طبعا دلوقتي بيانات التحقق بتاعتي اللي هي البطاقة الشخصية، تمام. هضغط على اختار الملفات، هيبدأ يستعرض لي جهاز الكمبيوتر بتاعي. انا طبعا هكون مجهز له البطاقة بتاعتي بتصورها حضرتك وش وظهر، تمام كده. واضغط على اوبن، تمام كده. كده انا رفعت له اللي هي البطاقة الشخصية بتاعتي، تمام كده. وبعد كده اضغط على ارسال، هنتظر طبعا لحديث ما يقبل اللي هي الملفات الشخصية بتاعتي. لحظات بسيطة لما يتم رفع هذه البيانات. هو بيقول لي شكرا، نعمل على التحقق من ذلك الأمر. بيقول لي نحتاج إلى بعض الوقت للتحقق من كل المعلومات المقدمة. لا يمكنك الوصول إلى قنوات للتعليم حتى الآن، ولكن سنخبرك في خلال 7 أيام في حالة تم تركية حسابك أم لا. هضغط طبعا على تم، تمام كده. هيرجعني بقى للحساب دلوقتي اللي هو المجاني، لكن هو هيرد عليا خلال 7 أيام بالموافقة إن أنا معلم، فأستطيع إن أنا أدخل على قنوات التعليم، وكل اللي هي القوالب الموجودة في الموقع تبقى بالنسبة لي مفتوحة وفري. طبعا حضرتك هتنتظر رسالة الموافقة، وبكده إن شاء الله مبروك، هيتم الموافقة عليك لأن أنت رفعت له بيانات سليمة. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو أنت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنساناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.